سامية، يعني عشان الناس اللي بتتفرج علينا سواء الأمهات أو الأطفال دلوقتي، لو طفل حابب يتعلم إزاي يعمل، أو بنوتة يعني حابة تعمل فساتين لعرايسها، إيه اللي مطلوب إن هو يتوفر عندها في البيت عشان تنفذ فساتين زي دي؟ هل مطلوب مثلا منها خلاف الإبر والخيط والحاجات دي والقماش، محتاجة مكنة صغيرة مثلا؟ قولي لنا إيه المعدات اللي المفروض تبقى عند الأطفال والأمهات؟ خالص على فكرة، يعني هي مش محتاجة مكنة خالص، أنا عملت كل ده من غير أي ماكينة خياطة. هي مش محتاجة غير إبرة وخيط ومقص وقماش وعروسة بس. بس ده طبعا لازم يكون تحت إشراف الأهل لأنه في آلات حادة. طبعا طبعا أكيد لازم يكون مامتها جنبها علشان المقص والإبرة وكده، الحاجات دي ممكن تعور حد. طب ممكن نبدأ من سن كام؟ يعني ممكن من 12 سنة 10 سنين مثلا. بس وانا اصغر من كده كنت بحب اعمل فساتين للعرايس فعلا.